مرحبا خالة. أهلي. ماما اشتهتكم بزبدية الرز بحليب. تشتهي العافية إن شاء الله. قليلة ما بدنا هالغلبة مرة تانية، يعني نحنا ما بدنا عذابها. ولو يا خالي، عذابكم راحة. يلا بخاطرك. مع السلامة. مرحبا. أهلي. عاملين يا لنجي كوسة ورقة، اشتهيناكم فيها. يا عبي شو، ليش معذبين حالكم؟ لا ولو، عذابك راحة. هدول لفتهم وحاشيتهم بحياتي. مين تحسي؟ جيراننا بيت أم مفيدة. أمي مرحبا خالد. شو هان؟ يا رنجي ان شاء الله يعجبوكم. ليش هالغلبة؟ لا لا غلبة ولا شيء، بس هيك غصيناكم فيه. يلا بخاطركم. الله معي. هات. حمد الراكز تمام. شي بشهي.